أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب ثم يموتون من قريب فأولئك يتوب الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف ويجعل الله
كنت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم من آيات الله البينات قد تلا على ما سمع حضراتكم من فضيلة الأستاذ القارئ الحاج يونس صمد زوجي موجه قطاع حوش عيسى هو القارئ والمقيم بشوك الحاجر اعتدى على شباب مركز ومدينة حوش عيسى ادارة الصوت والضوء هو الفراشة حديثة كبرى اطلب مخازن ومحلات الحاج محمد فراوي واولاده المقيمين بقرية جنب العبرة حضرة السلام معزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا